أدخل في الموضوع مستفيداً لكي أستفيد من الوقت المتاح. عصفت أزمة عميقة بكل العالم، بدأت بانهيار بنكين في نيويورك ولم تنتهي بعد. الأزمة بدأت مالية وهي ما تزال اقتصادية، وبالرغم من وقوف التدهور الآن، لكن ما زال الاقتصاد العالمي لم يتعافى من آثارها. في أول مناظرة بين المرشحين للرئاسة الأمريكية، كلينتون تقول إنه عام 2008، وهي قصدها عندما استلم أوباما الرئاسة، فقد 9 مليون شخص أمريكي لوظائفهم، 5 مليون أمريكي فقدوا منازلهم. فقط اقتطفت هذا لكي يبين مدى عمق آثار الأزمة، وهي أكبر أزمة منذ الأزمة الكبرى المعروفة في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي سببت الحرب العالمية الثانية. هذه الأزمة أثارت أسئلة أمام جميع المناهضين للرأسمالية، وفي مقدمتهم الشيوعيين. لماذا هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا؟ أنا أتناول الموضوع من وجهة نظر أو من زاوية نقدية. كان الشيوعيون والماركسيون دائما يقولون عندما يريدون أن يجاوبون، وأرجو الانتباه لهذه النقطة لأنه أثيرها كتساؤل قد تخصنا أيضا، لماذا دوركم بعد انهيار المعسكر الاشتراكي مجازا التسمية، لماذا دور الشيوعيون ليس بتلك القوة إن لم يكن ضعيفا في كثير من مناطق العالم؟ فكان الجواب جاهزا بأن دور الشيوعيين الماركسيين أو الماركسيين أو والماركسيين سيبرز أثناء الأزمة. جاءت الأزمة وهي أزمة عميقة جدا، في الحقيقة لم نجد في العالم دورا بارزا للشيوعيين، بل بالعكس أو بخلاف ذلك، وجدنا جنب رغم وجود دورهم لكن جنبا إليهم وجدنا دورا بارزا لحركات اجتماعية جديدة، وهي حركات واسعة مليونية بدأت كما تعرفون بحركة الأكوبايت الاحتلال، أي احتلال الساحات، احتلال المواقع للتعبير عن الرأي، وهي بدأت في شملت عواصم بدءا من نيويورك، واشنطن، إلى مدريد، باريس، حتى عندنا في أمستردام والعديد من المدن الكبيرة في أمريكا اللاتينية والآسيوية أيضا، ومنها وخاصة في كوريا واليابان. حركات اجتماعية واسعة مليونية، بعض منها دخلوا الانتخابات، وفي إسبانيا فازوا، وفي اليونان وصلوا إلى السلطة. بهذا المعنى أصبحنا نحن نواجه هذه المسألة، أين هو الخلل؟ ما هي القضية؟ فالذي أعدته اليوم هو اجتهاد متواضع من عندي، كيف أفكر أنا في هذا الموضوع. لماذا؟ لأن هذه مهمتنا جميعا للتفكير بكيفية تفعيل دور الشيوعيين. فإن لم يكن هكذا فعلينا إثارة التساؤل، إثارة النقاش، لماذا وكيف. قسمت ما بودي أن أثيره إلى جزئين أساسيين، الجزء الأول ما يخص الوضع العالمي، ثم بما يخصنا نحن في الكردستان، ويشمل أيضا العراق مع بعض الاختلاف راح نجي عليه. لماذا هذا؟ لأنه ما حققته العولمة وخاصة الاقتصادية، لو نقرأ البيان الشيوعي الذي تقادم في كثير من فقراته، لكن وصف ماركس للماركسية مع إنجلس وهما في عمر لا يتجاوز 29 سنة، ما حصل بعدهما
من تطور الاقتصاد العالمي، تطور الرأسمالية، وخاصة الآن بسبب العولمة الاقتصادية، الذي يعرف الوضع الآن ويقرأ لماركس آنذاك، من حيث الوصف سيجد عبقرية ماركس كيف وصف الماركسية وتوقعها. لا نقول تنبأ بها، فالتنبؤ ليس من صفات المفكرين أو العلماء، وإنما توقعها بسبب منهجيته السليمة. ولكن بما يخص، ولكن هذه العولمة جعلت أنه ما ممكن فهم ومعالجة أي وضع من أوضاعنا الخاصة أينما كان في العالم بدون فهم ما يجري في العالم. كما يعبر عنا غالبا للتسهيل، أصبحنا قرية واحدة. الرأسمالية خلقت سوقا واحدة، والعولمة نسفت البنيان السابق اللي كان مركز وأطراف إمبريالية بلدان تابعة. الآن العالم كله سوق واحدة، رغم أن المركز والاحتكار ما زال قائم، وسنعود لذلك لاحقا. فلفهم ما يجري أو طبيعة النظام العالمي، آثرت ذكر، سأضطر أنه أذكر بشكل سريع عدم التوقف عنده كثيرا للاستفادة من الوقت ولإتاحة أيضا فرصة للنقاش، لأنه هدفي هي مو محاضرة، هي مو مادة جاهزة لتغطية كل مفهوم أو كل مفردة، لأنه آنذاك يجب الاقتصار على جزء محدد لإعطاء حقه. وإنما اليوم نحن بصدد إثارة هذه الأسئلة في الحقيقة للمناقشة. فلو رجعنا إلى تاريخ الرأسمالية بشكل سريع لكي يسهل علينا فهم ما يجري الآن، أنا حقيقة سويت مخطط، خط أفقي يبدأ من اليمين إلى اليسار، كتبت 1 2 3 4، وهي أبرز الثورات الصناعية التكنولوجية اللي حققتها الرأسمالية. فالرأسمالية عندما كنظام سائد سادت بفعل ثوراتها الصناعية التكنولوجية، بدءا من الثورة الأولى. الثورة الأولى هي كظاهرة ليس لها تاريخ محدد، وإنما يحتاج إلى فترة لتحقيقها، امتدت من 1760 إلى 1840. أبرز ما من معالم هذه الثورة، أو أبرز المجالات اللي حققت بها الصناعة انتقال نوعي كبير، هو استخدام الآلة البخارية. أي البخار كان هو مصدر الطاقة، فتم اختراع الآلة البخارية، فصار بالإمكان مكننة التصنيع، فتحول العمل من اليدوي الحرفي في المنازل في الغالب إلى المعامل الصغيرة في البداية، ولاحقا إلى الكبيرة من خلال المكننة. فانتقل العمال الزراعيين إلى المدن، والقصة معروفة للكثير من الرفاق الحاضرين. وأبرز المجالات، يعني أتعمد إبراز هذا، أبرز المجالات اللي المنتوج المادي الملموس لتلك الفترة كان الغزل والنسيج. فبدل ما الغزل باليد ونسجة بالآلات القديمة، أصبحت الماكينة هي تقوم بذلك. وكان هذا أول انتقال على الصعيد البشري التاريخي نوعيا في تاريخه. ثم جاءت الثورة الصناعية الثانية اللي امتدت من 1840، وهي فترة حياة ماركس إلى 1870. فأبرز ما شهدته هذه الفترة هي، راح أمر عليها بشكل سريع. بينما كانت الثورة الصناعية الأولى في بريطانيا، حصلت الثورة الصناعية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وفي هولندا. ميزة الثانية هي عدة أبرز مجالات اللي صار بها ابتكار علمي اكتشافات، هو الكهرباء، استخدام الكهرباء، التلغراف والراديو،
بعض المواد الكيميائية، وأهم شيء في هذا المجال صناعة الصلب. صناعة الصلب كان الحديد العادي، تم استحداث طريقة جديدة في مجال في هذا المجال لإنتاج الحديد الصلب، وهو أبرز المجالات اللي سهل توسع الرأسمالية. لماذا؟ لأنه أصبح بالإمكان من هذا الحديد القوي بناء السكك الحديدية، لأنه بدون سكة صلبة ما ممكن أن استخدام القاطرات. من صارت القاطرات، اللي يقرأ لماركس يعرف أنه هو أول وسيلة نقل اللي سهل وصول المواد الأولية من الأماكن البعيدة، وأيضا تسويق السلع آنذاك. فلما رافق أيضا اكتشاف التلغراف، فكان بالقاطرة والتلغراف والباخرة أيضا، لأنه من الحديد الصلب كان أصبح بالإمكان إنشاء الباخرات من أجل النقل بدل الطرق القديمة من خلال الأنهر اللي كانت فقط محلية. إذا عدنا قاطرة، إذا عدنا باخرة أي المواصلات البحرية، وإذا عدنا تلغراف، فكان من الآن نصبح بإمكاننا التكلم عن التجارة العالمية. والتجارة العالمية هي أحد الأسباب الأولية الأساسية اللي مكن من توسع الرأسمالية العالمية، ويسموها أحيانا بالعولمة، ولكن ليس بالمفهوم العصري للعولمة. وأيضا حققت طبعا مجالات أخرى، الابتكارات الأخرى في المجالات، مثلا المطاط. فمن آنذاك كان مكن صناعة المطاط من صناعة التايرات، فمنها انطلق مع المحرك الداخلي صناعة السيارة، وهكذا. كل ابتكار علمي يؤدي إلى أو اكتشاف علمي يؤدي إلى صناعة أكثر متطورة، فأصبحنا أمام المحركات والتوربينات، الاتصالات السلكية واللاسلكية. في هذه الفترة راح أنتقل إلى الثالثة. في الحقيقة لماذا الثالثة؟ لأنه راح نعود طبعا في مجددا إلى تلك الفترة لتناول ماذا قال ماركس أو ماذا كتم ماركس عن تلك الفترة، وأيضا لاحقا لينين، لأنه جاءت الحرب العالمية الأولى فدمرت كل شيء، ثم جاء الثلاثينات، العشرينات والثلاثينات في العالم الرأسمالي، حصل كساد كبير جدا، تقريبا جمود في مجال الابتكارات والصناعات والتجارة وإلى آخره. فجاءت الحرب العالمية الثانية اللي دمر كل شيء تقريبا في أوروبا. بعد الحرب العالمية الثانية، إعادة الإعمار وفر فرصة كبيرة للإمكانيات الموجودة في لدى الرأسمالية في أوروبا خاصة واليابان أيضا، للمضي قدما في الابتكارات والتصنيع والإنتاج. لكن أبرز ما حصل هنا هو أنه خلال العقد المنتصف الثاني من العقد الخامس، أو بالحقيقة السادس، خمسينيات، منتصف الخمسينيات فما فوق، تم اختراع الإلكترونيات. الإلكترونيات تعتبر من أبرز الاختراعات التي مكنت من القسم الثاني، الثورة الصناعية الأولى والثانية تقريبا هي من نفس النوعية، يعتمد الميكانيك أساسا في الإنتاج، الماكينة سواء كانت بخارية أو لاحقا آنذاك الكهربائية. لكن هنا الإلكترونيات، صناعة الإلكترونيات تفسح المجال لإنتاج واسع جدا. أهم شيء وفي كل ابتكار هو الكلفة، الجدوى من الإنتاج. لأن مثلا على سبيل المثال، لماذا حديد الصلب؟ هو ليس مجرد فقط لأنه حديد صلب، وإنما إنتاجه أيضا كان أقل كلفة.
مما سهل من انتشارها. هكذا الإلكترونيات، فعندما جاءت الإلكترونيات ما راح أروح أدخل في التفاصيل لأن قسم كبير من الحضور عاصروا هذه الفترة، فكيف التلفزيونات الكبيرة الراديوات الكبيرة مال أيام زمان تحولت إلى رشيقة أنيقة، دخلت التقنيات الصوتية أيضا بالإلكترونيات. أنا أخذ كمثال بسيط بس هو يدخل في مجالات أهم وخاصة الحاسوب. الحاسوب بدأ من هنا، سهل الإلكترونيات وخاصة الترانسستر للتفكير بكيفية التعامل مع المعلومة. ما هو الحاسوب الذي ينتمي إلى الثورة الرقمية، التكنولوجيا الرقمية، الترقيم؟ هو امتداد الذي صار لاحقا، هو امتداد لهذا الاكتشاف للإلكترونيات. وكما نعرف أنه الإنترنت أساسا كل ما جرى كان تابع في هذا المجال، أقصد إلكترونيات، معلومات رقمية، الاتصالات. يعني الإنترنت كانت في البداية تحت سيطرة أو من تحت سيطرة البنتاغون، اللي لاحقا يعني هم كانوا يستخدموه على أساس إذا صير حرب وضربت أجهزة الاتصالات، لأنه يعني أكو قنابل هي مجرد لتفجيرها يسقط كل أجهزة الاتصالات، فهم سووا هذا نظام الإنترنت اللي لاحقا اللي تطور الصناعة والتجارة والرأسمالية تطلب تعميمه، يعني من إلى خاص بالبنتاغون إلى العام للاستخدام العالمي. فهنا عندنا في الثورة الثالثة الصناعية الثالثة تغير شكل الإنتاج، فأصبح ترقيم المعلومات واستخدام الحاسوب دخل في الإنتاج. مع التطور الحاصل في المجالات الاتصالات أعطى للإنتاج طابع جديد، أنهى كليا أنواع الإنتاج المحلي. فالآن لو تلاحظون في الأسواق كل منتوج هو عالمي، يجري تخطيطه في ما زال في المركز، الشركات الكبرى هي في المراكز الرأسمالية، وبعد أن جرى تحويل المعامل إلى البلدان ذي الأيدي العاملة الرخيصة يجري إنتاجها الآن نشوفه غالبا في سنغافورة، فلبين أو صين أيضا، ويجري من هناك توزيع حتى الآيفون هذا اللي من الأجهزة الذكية الراقية من حيث التصنيع، يجري تصنيعه هناك ويتم توزيعه. إذا لو نأخذ الآيفون هو مثال في متناول أيدينا، مثال واضح جدا بأن هذا المنتوج هو ليس أمريكي وإنما وليس صيني. يعني كأي كمبيوتر لو تفتحه تشوف الترانسستر تايوان، هذا بالصين، الغلاف مثلا في مكان آخر. إذا نشوف أنه ما لا يقل عن 4-6 أماكن إنتاج تساهم في إنتاج هذا المنتوج الواحد. فأصبحت الذي أريد أن أوصل إلى الآن بأن السلعة صارت، هو صح مكتوب عليه made in لأنه ملزمة، لكن هي في الحقيقة سلعة صارت عالمية وإلها طابع غير طابع السلعة القديمة. ماذا يعني هذا؟ لو ناخذ هذا المسار نلاحظ في الثورات الأولى، الصناعية الأولى والثانية، راح نجد المنتوج نفسه، يعني الغزل كان يدوي، يعني عضلي، ما يحتاج تفكير كثير، مهارة قليلة، ممارسة، من الممكن أي واحد بدون دورة أن يدخل أن ينسجه. جت الماكينة شوية أصعب، ولكن بتدريب بسيط من الممكن العامل ينتج المنتوج. فإذا أنا أخذ القماش هو منتوج عضلي بالأساس، لكن في القسم الثاني عندما دخلت التكنولوجيات المتطورة وصولا إلى العقل الذكي، يعني باستخدام البروسيسور
في الأجهزة الحديثة، حتى صار في التلفزيون، حتى صارت الآن في سيارات ذاتية الحركة، بروسيسور من الممكن هو يقود السيارة بدون سائق، أو أنت موجود بدون ما أنت تابع يقود لك السيارة. الفكرة اللي أريد أوصلها هنا لتجنب الإسهاب في الشرح، إنه السلعة المعاصرة عن التقليدية هي الفرق بين معادلة نسبة مساهمة العمل العضلي عن الفكري. الفكري بما معنى العامل اليوم هو ليس عامل قبل 100 عام. آنذاك كانت البروليتاريا التي هي مصدر القيمة، الجهد العضلي للبروليتاري الذي هو مصدر للقيمة للثروة الذي يحصل عليه في كلا الحالتين الرأسمالي، أصبح الآن الجهد الفكري. إذن الآن يسود الجهد الفكري، المهارة الفكرية، المعرفة. لماذا؟ لأن المعرفة هي السائدة الآن على السلعة الحديثة. لا توجد الآن حاليا سلعة تنتج بدون كادر فني. إذن العامل اليوم أصبح كادرا فنيا، ولهذا سبب تسمعون مثلا في أوروبا يقول أبسط المهن لازم تدخل دورة لهذا السبب. ما راح أتوقف في الثورة الرابعة، لأنه الثورة الرابعة يعني اللي هي نحن المبتدئة حاليا، واللي تخص مجالات هي جديدة الآن ماشين فيها في هذه ولكن منتوجها ما زال ليس في السوق، رغم بعض منا موجود سيتم تطويره، هو يعني تدخل في المجالات البيولوجية. تسمعون إنه الطفرات العلمية في مجال الوراثة والمكافحة الأمراض هي كلها تقنيات علمية يجري استخدامها في مجالات البيولوجية، وأيضا الروبوتات وتعليم الآلات، تقنية النانو وهي أجهزة أو سلع، في الغالب أجهزة أو سلع تعتمد أجهزة صغيرة الحجم جدا. وأيضا العالم يتوجه نحو تطبيق الطباعة الثلاثية الأبعاد والتقنية الحيوية، مثل ما هذه المجالات ما راح أدخل بها، ولكن فقط أشير إنه الاستمرار فيها كما هو جاري الآن، المنتوج الذي سيحصل سيغير تغييرا هائلا جدا في مفهوم السلعة، بحيث هذا الآيفون، أنا أخذ مثال للتقنية الحديثة طبعا لأنه أكو كثير على هذا الوزن، راح يجي فترة غير طويلة كم عقد سنتكلم عن الآيفون مثل ما الآن نتكلم هاي عن الراديوات أم اللمبات. هكذا سيكون الأمر وليس عن بعيد. حتى لو لاحظنا نشوف ميزة لو ناخذ الثورة الأولى سنجد مثل الحضارات، سنجد فسحتها مداها واسع، الثورة الثانية أقل، الثورة الثالثة بعد أقل، الثورة الرابعة مداها بعد أقل، وهكذا. وهذا يخلي تيمبو الحياة المعاصرة سريعة، وأيضا تنتج ظواهر جديدة ما كانت موجودة سابقا. يعني إزالة الحدود الفاصلة بين الجهد العضلي والجهد الفكري وسيادة الفكر، دور المعرفة في الإنتاج، هو أيضا ينعكس في الحياة. يعني هذا لا يشملنا الآن كثيرا، وهو يشملنا طبعا لذلك نشتكي، ولكن الآن لو تشوف متوسط المعرفة، متوسط التعليم، لماذا المعرفة؟ لأنه للحياة، لأنه إنتاج السلعة المتطورة يحتاج تعليم عالي جدا، بدون تعليم عالي، بدون
كوادر عالية المهارة ما ممكن هذا الإنتاج، ولأنه الأمر هكذا فإذا ستجد مجتمع عالي التعليم. هذا اللي خلى واحدة من الظواهر أشيرها بشكل عرضي، إنه دور النخب في هذه المجتمعات تقريبا حتى هناك. لذا ليش نسمع مثلا المثقف ما باقي له دور؟ ليش ما باقي له دور؟ طبعا لأنه آنذاك عدد المتعلمين، عدد النخبة كما يسمى، هم قليلين، وهم مالكي المعلومة، المعلومات، المعلومات هي السلطة أمام أمام تسمية أستخدمها مع التحفظ، أمام العام يعني أمام الناس اللي في الغالب خاصة عندنا أو آنذاك في أوروبا في الفترات السابقة ذو تعليم ليس عالي، فكان هذا الفارق موجود، فكان للكتاب، للفنانين، للمثقفين، للنخبة السياسية دور كبير في المجتمع. الآن في هنا حتى هنا آثار تشوفها، لكن خاصة في العالم الغربي ذو الصناعة المتطورة لا تجد هذه المكانة المتميزة للنخب، لأن المجتمع برمته ذو تعليم عالي وذو إمكانية للتوصل إلى المعلومة بسهولة. يعني قبل إذا أنت ما متعلم لازم تتعلم، تمر مرحلة ملزمة من التعليم وإلى آخره. ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ وهذا هو السؤال، هذا هو الوضع، لكن ماذا يعني بالنسبة لنا نحن الماركسيين عن دورنا في هذا التطور؟ لماذا عن دورنا؟ لأنه لابد من الإشارة بأن النظام الرأسمالي مهما تغير من خلال القرنين، من الصناعية الأولى إلى الحالية، تغييرات هائلة وكبيرة جدا وفي بنيان النظام، لكن القضية الأساسية في الرأسمالية ما زالت قائمة، ألا وهي التمايز الطبقي. أي إنه نجد حتى الآن دائما ما زال قائما مجموعة، نظام إنتاج اجتماعي، مجموعة كبيرة تنتج تعمل تقدح سواء كان عضلي في السابق أو فكري الآن، لكن أكو حفنة صغيرة هي التي تستحوذ على المنتوج، على الثروة، أو بالتعبير الماركسي الذي ما زال قائما وعلى فائض القيمة. بل المثير إنه بالرغم من ارتفاع في كل ثورة صناعية والمنتوج، ارتفاع مستوى المعاش للناس في كل مرة طبعا، والآن تجدون في البلدان الغربية يعني تمتلك مستوى عالي معاشي، ولكن في نفس الوقت لهول الثروة المنتجة بسبب المعرفة، نجد بالعكس إنه ثروة الأغنياء يزداد بشكل كبير جدا. يعني أحد الفلاسفة الماركسيين وهو فرنسي، تفصيله موجود عندي، يتصدى لهذا، يقول قبل بداية القرن السابق إذا تريد تنتج أغلبها عوائل طبعا، يراد لك جيليا لكي تملك ثروة، ما يسمى ثروة، ما ممكن تسويته الثروة. لكن الآن مجرد مبتكر فيسبوك، أخذ كمثال في القسم، طالب في القسم الداخلي سوى الفيسبوك على أساس يوفر فرصة للطلاب أن يتواصلون مع بعض، صار إقبال كبير وسع من الموضوع، فلما أنزل إلى السوق عبر الأسهم أصبح خلال فترة مليارديرا. فماذا فعل هذا؟ صار ملياردير. طبعا هو يصير ملياردير لأنه دا يوفر دعاية للشركات عبر الفيسبوك. يعني إذا عندك صفحة الآن ما أعرف مليار أو تجاوز المليار، يعني توفر فرصة للدعاية للسلع للشركات، فأصبح من هنا مصدر قيمة الشركة هاي نفسها. وقيس على هذا الكثير من الأمثلة. إذن هذا يخلي إنه دور الشيوعيين، دور الماركسيين، دور أنا لا لأن الوضع
لا يعني يتطلب عدم الاقتصار على دور شين ماركسي، يشمل ايضا الانتي كابيتاليزم وهي حركات اجتماعيه واسعه. هنا سؤال، يعني كل هذا الكلام الغرض، جينا على الغرض من هذا النقاش اثاره الاسئله. لو عدنا الى ماركس، انا قلت في البدايه افضل نموذج لفهم افكار ماركس وانجلس في توصيف الرأسمالية هو البيان الشيوعي. مثل ما تعرفون انه الشيوعيين، رابطة الشيوعيين البريطانيين كان عندهم مؤتمر، فكلفوا هذول الشعبين آنذاك بكتابة بيان لهذا المؤتمر، فكتبوا هذا البيان. طبعا لاحقا بالطبع الفرنسية اشاروا انه بعض مضامين فقراته تقادم، يعني هم بعدهم بالحياة حكوا عن التقادم، يعني هذا يبين انه ماركس نفسه ما كان مع هذا التقديس مع النصوص اللي تم لاحقا فترة بعد وفاة لينين في الاتحاد السوفيتي. في التوصيف، اجمل افضل توصيف علمي للرأسمالية تجدوه في البيان الشيوعي. ولكن اين هي القضية؟ لو اخذ القضية، هو في قضية التغيير. نحن لدينا نظام ظالم، لكن كيف نغيره؟ من أجل التغيير أنت لازم عندك قوة تغيير.